أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أننا مسيرون في أمور الدنيا ومخيرون في اختيار طريق الهداية أو الضلال؟ أنتم مسيرون في ما يقدر الله عليكم من الأمراض ومن الصحة ومن القيام ومن الأمراض ومن الصحة ومن المكاره التي تجري عليكم والضيق الذي يجري عليكم أو السعة، هذه لا دخل للعبد فيها. أما من جهة أفعالكم أنتم فأنتم مخيرون، مخيرون تفعل الطاعة باختيارك وتتركها باختيارك، تفعل المعصية باختيارك وتتركها باختيارك، فأنت تفعل باختيارك، أفعالك أنت تزاولها باختيارك. أما أفعال الله فيك فهذه ليست باختيارك، هذه اضطرارية من المرض والصحة وطيب النفس وضيق النفس والشدة والرخاء وغير ذلك. نعم.